السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معايا ومرحبا باللي عاد دخلت عندي الجدار. المهم أخواتي، نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم على خير وبخير وبصحة جيدة إن شاء الله. المهم أخواتي، اليوم غادي نهضر على جوج المشاكل، يعني جوج ديال المشاكل اللي تيكون عندكم في الدار. المشكل الأولى هي جار السوء. انا غنقول لكم واحد الطريقه، ولكن الا كان جار السوء يعني راه مقلقكم بزاف. انا ماشي غنعطيها لك انتيا وغادي ديريها للجار ديالك وصافي، بحال الا بغيتي تنتقم منه الا شيء. الا كان مبرزطك تقدري ديري هذا الشيء، ما كانش مبرزطك بلا ما ديري هذا الشيء، يعني بلا ما تدي له الذنوب ديالو، ولا انا ندي حتى انا الذنوب. انا غنقولها لكم يعني كان هذاك الجار اللي عندكم راه زعما راه يعني مقلق 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 لكم الحركه، يعني الراحه ديالكم ديما 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 كتكونوا موترين، ديما كتكونوا قلقانين من هذيك الحركات اللي كيدير او اللي هو تيديرها لكم باش يعني يقلقكم، باش يعني باش ما يخليكمش تبقاو هانيين. يعني هنا غادي نعطيكم انا واحد المساله ان شاء الله غادي ديروها وغادي تهنوا منه ان شاء الله الرحمن الرحيم. المساله الاخرى اللي غنهضر فيها ديال باب البيت. باب البيت اللي كيدخل منه الرزق، اللي كتدخل منه الصحه ديالك، اللي كتدخل منه الملائكه. كيفاش غادي يكون باب البيت ديالك وكيفاش غادي ديري ليه باش داك البيت ديالك كيدخل لك الطاقه الايجابيه لعندك الدار؟ هادو جوج ديال المواضيع. اول حاجه غادي نهضر دابا على جار السوء. هاد جار السوء كان مقلقك، ما كترتاحيش، ما كتهنايش، يعني كيدير لك شي حاجه باش هو يبرزطك. هادي جوج حوايج، كيدير لك شي حاجه باش هو يبرزطك اولا تيبقى المهم هو باغي ينكد عليك. هادشي اللي كاين، هادشي الا كان يوميا 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 يعني وحاقر عليك وما باغيش ما باغيش يحيد داكشي اللي عنده، ما باغيش يحيدو. انا غنقول لكم واحد جوج ديال المسائل ان شاء الله غادي ديروها باذن الله غادي تهناو منه بصفه نهائيه. المهم اخواتي، انا غنقول لكم دابا على جار السوء هو الاول، ومن بعد ديك الساعه غادي ندخل في 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 في, في الباب دي في العتبه، باب العتبه ديالكم اخواتي. المهم هذا جار السوء، اشنو غادي تبقاو تقولوا؟ واحد الدعاء غادي تبقاو تقولوه. هاد الدعاء اللي غادي تقولوه هو هذا: اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا، فاغشيناهم فهم لا يبصرون. هنا ما غيبقاش كاع ودايها فيك، ما غتبقاش باني ليه كاع، يعني صافي غيولي واحد الحاجز ما بينك وبين جار السوء. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا، فاغشيناهم فهم لا يبصرون. هذه غادي ديريها ان شاء الله الرحمن الرحيم، غتبقاي تقوليها وتعاودي هذا الدعاء ديما، غتبقاي تقوليه هذا الدعاء، غتبقاي تقوليه. غتهزي الماء 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 وغتقراي عليه سوره الزلزاله 41 مره وانت كتقراي عليه هذيك سوره الزلزاله. صافي ملي غتكملي 41 مره هذاك الماء اللي قريتي عليه سورة الزلزالة 41 مرة، غترشيه في الباب ديالو. سورة الزلزالة غترشيه عليه في الباب ديالو. صافي هادو جوج المسائل اللي غادي ديرو، وهذاك الدعاء انت غتبقاي تقوليه. صافي ديك الساعة راه البصيرة ديالو غتعمى من جهتك، ما غيبقاش يشوفك، ما غيبقاش هذيك، ما غيبقى يدير لك حتى شي حاجة إن شاء الله بحول الله. المهم أخواتي، أنا قلت لكم هاد الإفادة، واخا راه كاين بعض الاخوات اللي كيبقاو يعايروني، كيبقاو يقولوا بزاف ديال الحوايج، ولكن انا ما عنديش بهم غرض، ما عنديش بهم غرض، وانا زيدون الله يخلصهم. هادشي اللي غادي نقول. المهم اخواتي، حنا هضرنا على هذا جار السوء، هادو جوج حوايج اللي غتبقاو. المهم هادو جوج حوايج اللي غتبقاو تقولوا، هذاك الدعاء غتبقاو تقولوا، وغتقولوا هذيك وجعلنا من بين ايديهم سدا، وغادي تكملوا حتى الاخر. صافي هادشي اللي كاين، غتشدي شويه ديال الماء وغتقرا عليه سوره الزلزاله، يعني باش تكونوا فاهمين مزيان. راه كاين اللي كتقول لك تبقاي ترددي الهضره، ولكن كاين اللي ما كيفهمش. سوره الزلزاله غتقرا على الماء، سوره الزلزاله 41 مره وانت كتقرا على داك الماء. صافي من بعد غتخلي حتى ينعس، ما يكون ناعس، وكلشي كيكون ناعس، وغاخرجو غترشيه ليه في الباب ديالو، وصافي ودخلي بحالاتك. صافي بصوره الزلزاله، هذه فائده قلتها لكم على جار السوء. هنا غادي نهضروا على عتبه البيت. كتقولي الرزق ما كيكثرش عندي، المال قليل عندي، البركه ما كتدخلش ليا البيت ديالي،
الدار كل شيء اللي دخل ليها ما كتعجبوش، الدار ما فيهاش واحد الطاقه ايجابيه، الدار ما فيهاش، واخا انا كنطلق القران واخا كندير كل شيء، ولكني بحال ولادي كيبغيو يمشيو للزنقه وما يجلسوش في الدار ديالهم. والراجل حتى هو ما كيحملش الدار ديالو، كيبغي ديما يكون خارج الزنقه. شنو هي شنو هو الباب ديال الباب 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 ديالك؟ شنو خاصك ديري في الباب في الباب ديالك؟ هذاك الباب ديالك هذاك راه هو المدخل الاساسي للصحه ديالك، للرزق ديالك، البركه ديالك. هذاك الباب ديالك خصك شنو غادي ديري فيه؟ بكري بكري، زمان كانت المراه كتنوض بكري بكري مع داك الصباح، كتصلي صلاه الصبح اول حاجه، كتخرج كتغسل وجهها كلشي، كتصلي صلاه الصبح وكتسالي قبل ما توجد الفطور ديالها. اش كدير؟ كتخرج لباب البيت كترشو كتشطب كتشطب تشطب 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 مع داك الصباح، كترش الماء وكتعطيك ريحه يا سلام ديال التراب، سبحان الله العظيم. ماشي مع العشيه، ماشي مع الغداء، ماشي حاجه، بكري ابو نور. ابو نور ملي كيجي سيدي ربي يفرق الارزاق ديالو. كتجي ديك المراه كتخرج كتعمر الماء كترشوها هكا على الباب ديال البيت ديالها، واخا كيكون نقي، واخا تيكون نقي، نتوما كتقول ايوا صافي هذيك راه غير الزنقه، دابا راسها راه نقيه. لا، خرجي وشطبي الباب ديالك، حيدي ديك الطاقه السلبيه، حيدي ديك الغبره اللي جات قدام الباب، حيدي ديك الخشاخيش اللي جاو قدام الباب ديالك، حيدي داكشي كله، حيديه، نطفيه 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 نطفي. الباب ديالك كامل نطفيه، ديري الملائكه من يدخلوا عندك، ديري الرزق من يدخل عندك، ديري الحاجه الايجابيه كيفاش غادي تدخل عندك. صافي، انت شطبتي الباب ديالك. هادشي اللي كانوا كيديروا الناس ديال زمان، كتشطب داك الباب ديالها، ما شاء الله كيولي الباب ديالها هكا كيشعل هكا كيشعل، عاد تدخل ديك الساعه وكتوجد الفطور. كانوا ديك الساعه الناس ماشي بحال دابا، كانت غير الباديه، وكتخرج قدام داك البيت وكتجلس والدنيا مشطبه، وهذا ورش الماء وكتعطي ديك الريحه يا سلام ديال هذا ديال التراب، وكتجلس وكتفطر يعني متعه مع راسها، يعني في الحقيقه الراحه التامه في داك الصباح والدنيا كلها مشطبه. هذه حاجه وحده. كاينه اللي كتخرج الزبل وكتحطو قدام باب الباب، انا ما نخليش الزبل ديالي ونحطو قدام باب الباب، لا ما نخليش حاشاكم هذاك الكمامه ديال الزبل، هذيك الكمامه ديال الزبل غادي ندير لها واحد البلاصه وغنبقى نحطها فيها، ما نخليهاش باب البيت ديالي. اغلبيه كيخرجوا القمامه باب البيت وكيحطوها عامره بالزبل، الا ما نخليهاش انا في هذا. صافي، في الليل اما الى ما ساليت شي بنهار، في الليل نهزها نديها اللوحه ونجي ونغسل هذيك القمامه مزيان، ندير فيها شويه ديال جافيل، من بعد ندير فيها واحد شويه ديال جافيل غندوزو عليها صافي، ونخليها نخليها باش يعني باش تسقطر. هنا ما نخليوش شيء. حاجه وحده، كاينه اللي الصبابط كتخليهم برا، لا ما نخليش الصبابط برا، ما نخليهمش ابدا. الصبابط نشوف لهم واحد المكان يعني لداخل، يعني في الباب لداخل هكايا واحد المكان بحال مخزن او لا شي حاجه، تما نجمع الصبابط ديالي، ولكني ما نديرهمش برا مورا العتبه، ما نديرهمش، ما نخليهمش تماك على برا. الصبابط ما يداروش تماك ابدا، ما يداروش تماك. صافي، كلشي يمشي لواحد البلاصه ويترتب فيها. هذه حاجه اخرى. ثاني حاجه، بحال دابا مثلا انت صافي ساليتي كلشي، بحال دابا مثلا كاينه اللي الباب ديالها تيكون تيتحل برا، والاغلبيه تيكون تيتحل داخل. علاش داك الباب اللي كيتحل برا؟ هذاك الباب اللي كيتحل على برا هذاك راه تيدي لنا الرزق وتيدي لنا البركه، راه الباب كيتحل داخل. كتنوضي وكتحلي الباب ديالك، مرحبا بالرزق، مرحبا بناس الرزق، مرحبا بناس الخير، مرحبا بالخير، مرحبا بالطاقه الايجابيه. كتحلي الباب لداخل، الا حليتي على برا كلشي مشى على برا. الباب ديما يتحل داخل، ما يتحلش على برا، ديما الباب يكون عندنا لداخل نحلوه لداخل، ما نخليوش على برا. مثلا كانت عندك شي حاجه قديمه وقلتي هذه الحاجه ما غنبقى عندي ما ندير بها، غنديرها في الجفاف قدام الدار، اللي جا غيمسح بيها رجليه. لا، انا كيف قلت لكم ذاك النهار، الحاجه اللي كتكون عندكم وبغيتوا تحيدوها حيدوها، صافي ديروها في الماء والملح حتى كتنشف مزيان مزيان مزيان، وهزوها وصدقوها. هادشي اللي قلت لكم انا ولكن راه سمعت عليها معيور بزاف، على ديك الفيديو اللي درت فيه هزه فيه الطاجين، بزاف ديال الحوايج اللي تقالوا تما، كانت صدقه من الصدقه. وانا ما يمكنش ليا نشوف جارتي ما عندها شيء وانا نكون كناكل وهي ما كتاكل شيء، وحنا من بكري حنا كنصدقوا داكشي كله اللي كتقولوا، كلشي داكشي ما كاينش. دابا في هذا الزمان
انت غتمشي عند جارتك وتدي ليها الماكله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه بعدك ما بقاتش. كان داك شي شحال هذه اللي كان شي كيذوق شي وشي تيعطي لشي، كان شحال هذه وكان ديك البركه وكان الرزق. اما دابا اللي عندك راه كيلم عليه، ما غتعطيش لوحده اخرى. انا بعدا كانت ما عمرني شفت شي وحده هنايا هزت التبصيل وداتو لجارتها، او لا هزت هذه وداتها لهذا. ايوا انا تيكون عندي وعلاش ما نصدق شي؟ هو باز مش هذاك داك الزمان ديال 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 الصداقه، ما بقاش داك الزمان ديال الصداقه. انا ذاك النهار ما قلتلكمش على الصداقه ما تعطيوهاش. انا شنو قلت؟ قلت بيت الخزين تنكونوا حاطين فيه العدس وحاطين فيه اللوبيا وحاطين الحمص وحاطين فيه داكشي، ما خلينا هذاك هذا، ما خلينا يعني لدوير الزمان. ما فيها مشكل، ما فيهاش مشكل. الا مثلا انا شفت شي وحده هكايا بغات العدس اولا شي حاجه، ماشي مشكل نخرج نجيبو ليها من الحانوت، ما عنديش مشكل فيه، ما عنديش مشكل. اما من ناحيه الخضره ومن ناحيه الدياب وداكشي عطيو اللي عطيتو، راه غتلقاو قدامكم. غتعطي منه غادي يجيب لك ربي كثر، غادي تعطي من القليل غادي يرجعوا لك ربي كثير. اعطيه وراه مع الصدقه، راه الصدقه هي كل شيء. راه الا ما كانش عندك صدقه راه ما درتي والو. راه حتى المال ديالك الا ما صدقتيش منه راه تيبقى هكاك، راه ضروري كتبقى الحركه في داك المال ديالك، ماشي يبقى هكاك مكلكم. ديما نحركوا ونحيد واحد البركه ونصدقها، وانت عطيتيها لله غادي يجيب لك ربي الاضعاف ديالها. هادشي اللي قلت. انا ما قلتش شي حاجه اخرى على داك سميتو. شحال وقالوا، شحال قالوا، شحال قالوا. المهم اخواتي، وحده قالت لك انا وحده كانت تجي كتدي منا الملح، ديما كتجي تدي منا الملح. قالت لك حتى ولينا حنايا اللور اللور. واحد النهار قال لك وانا، قالت لك وانا نعيق ومشيت جبت ليها من الحانوت. قالت لي ودارت فيا واحد التقنديره وما عجبهاش الحال حيت انا جبت ليها من الحانوت. وحده قالت لك الابره، قالت لك وحده بعيده مني صاحبتي، بعيده مني. انا قلت لكم حتى الابره ما تعطيوها شيء. قالت لك الابره، قالت لك جات ولقات بنتي غير صغيره عندها 8 سنين. قالت لك وقالت لها عطيني الابره ديالت مامك. والبنيه مسكينه ما عارفه شي. قالت لك ومشات وقالت لك عطاتها الابره ديالتها وداتها. قالت لي وعلاش جايه من البعيد وتدي مني الابره ديالي انا؟ وحده اخرى عاوتاني قالت لك خياطه، وقالت لك واحد جارتها حتى هي خياطه. قالت لي ديما كتجي تدي مني الابره، ولا ما صدقتونيش سيروا لهذاك داك سميتو اللي فيه الطاجين، داك الفيديو اللي فيه الطاجين، وقراو التعاليق. قال لك جات ودات مني الابره ديالتي، ديما كتجي قالك تدي مني الابره ديالتي، ديما كتجي تديها مني ديما. قالت لك دوك الكليه اللي كانوا عندي، قالت كلهم ولاو عندها. قالت لك وانا قلت الله كريم كنشوف. اخواتي راه الا قلت الحاجه ما كنقولهاش لكم غا هكا ياك، راه الا قلت لكم شي حاجه راه هي اللي كاينه. وهذا الزمان، هذا الزمان، هذا الزمان، هذا الزمان، انا ما كنشوف حتى شي وحده كطيب وتعطي لجارتها. اللي كتقول لك اللي عندي انا نعطيه واللي عندي انا نفرقه، باز منين؟ حتى نهار الجمعه كانوا الناس كيخرجوا الكسكسو، دابا حتى واحد ما كيخرجوا. المهم بلا ما نكثر بزاف ديال سمحوا لي اخواتي، ولكني بزاف ديال بقاو تيبقاو يحلوا فمهم. صدقه، صدقه، شنو هي الصدقه؟ شنو هي الصدقه؟ نتوما بعدا كتعرفوا حتى شي صدقه. سمحوا لي والله ما كنهضر على كلشي، كنهضر على دوك اللي كيبقاو يهضروا ويقولوا صدقه ما صدقه. شكون كاين دابا؟ راه جارك راه مسكين، راه جالس مسكين بالجوع، وانت راكي كتاكلي والله ما تديه ليه بالله. انا بعدا كدي ما عمرني ما شفتها واحد راه واكل واحد مسكين جالس بالجوع. انا واحد المره جايه من الماشي لقيت وحده جايبه الحوت، وكتقول لراجلها ايوا دابا انا شريت الحوت وباش غنقليه والزيت ما كاينش. اقسم بالله العلي العظيم وهي من مورايا ورمضان. المهم اخواتي غنكمل على سميتو. دابا قلت لكم انا على داك الباب ديال الدار كنهز واحد الحاجه وكنحطوها تماك. لا ما نحطوهاش، غنشري حاجه جديده، ولا توسخات نحيدها ونجيب وحده اخرى. لحقاش راه غير رخيصه، ناخذ واحد طابيه بحال هكايا ونحطها في البيت. ويا ريت اللي تاخذوا هذيك اللي في اللي مكتوبه فيها مرحبا او لا ويلكم بحال هكايا، وتحطيها وتكون جديده كتحطيها. ديك الساعه كترحبي بالضيوف، الضيوف الجيدين، كترحبي بهذا بالرزق يدخل عندك، كترحبي بهذا بالسعاده تدخل عندك، كترحبي بالاطمئنان يدخل عندك، كترحبي بالصحه ديالك تدخل عندك. صافي كتفرشي هكايا في الباب كتكون فيها مرحبا او لا ويلكم، كتحطيها تما. كاينات اللي جا كيدخل وبقيت نفضيها وحطيها تما. كاينات الساعه اللي توسخ دخلي دغيا شيتيها دغيا، وهذا وشيتيها مزيان، غسليها بالشيته مزيان وخرجيها نشريها وعاوتاني حطيها تما. كاينات نهار تقدم لوحيها عاوتاني جيبي وحده اخرى، ما تدخلش لدارك وتجبدي شي حاجه هكايا وتفرشيها تما. كاينات لا هذه لا. المهم اخواتي هذه كلها ما كيخصكمش ديروها.
ما تخليوش الزنقه واخا تكون نقيه، خرجوا شطبوها، حيدوا الطاقه السلبيه، رجعوها لهيها لهذا، طاروا الزبل حاشاكم ديما هذا، نغسلو وندير ليه مكان يكون عندي في البيت في الكوزينه ديالتي، نحطو واحد المحل، جيت المكان جيت لافابو تماك مزيان صافي، باش كلشي كيتسيق من تما كاينه صافي، عمر نديه مع العشيه نلوحو ونغسلو، ندير شويه ديال الجبن ونحطو، ما نخليش في الباب. الاحذيه الصباط وداك الشيء ما نخليها شي عند الباب. الباب يتحل ليا هكايا، ما يتحليش ليها، ملي كنحلها هكايا راكي كنقول الرزق وهذا والبركه وداك الشيء، دخلوا مرحبا بكم، وهذا والملائكه دخلوا مرحبا بكم، وسيرتو الا كنت هكايا في الزنقه دايره هكايا مشطبه وكل شيء، كتجي الملائكه وكتدخل وكتفرح، وتلقى ديك سوره البقره مع الصباح، يا سلام يا سلام. المهم اخواتي هذا الشيء كله ان شاء الله، هذه النصائح كلها اللي عطيتها لكم كلها خصكم ديروها في يعني في الباب ديال البيت ديالكم ان شاء الله الرحمن الرحيم، وراه ان شاء الله ديك الساعه غادي تكونوا يعني كتستقبلوا واحد 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 الرزق، واحد التيسير، واحد واحد يعني الملائكه تدخل عندكم، والطاقه الايجابيه ان شاء الله الرحمن الرحيم، ويعني كيولي البيت عندكم فيه الخير وفيه البركه ان شاء الله الرحمن الرحيم، الا درتوا هذا الشيء اللي كيكون في الباب ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهذاك الشيء ديال جار السوء راه هذا الشيء اللي غادي تقولوا ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي تهنوا منه للابد، غتهنوا منه للابد. نتمنى اخواتي باش نكون وضحت لكم على جار السوء، وانا مقلداكم ديروها للجار اللي كيكون عينيه مأديكم، ماشي الجار اللي كيكون مسكين غير محترم وبغيتو نتوما تحولوه نتوما كينات هذاك، لا، راه وصلنا الرسول صلى الله عليه وسلم على سابع جار. المهم اخواتي، وهذا الشيء ديال 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 باب البيت ديما بحال هكايا ديروا، يعني خليوا ديك الطاقه السلبيه تخرج، الطاقه السلبيه تدخل عندكم ان شاء الله بعون الله. نتمنى اخواتي باش نكون خفيفه على قلبكم، شكرا والى الملتقى ان شاء الله. وهذاك الشيء اللي كيكون مرشوش في الباب ديالكم، الا ظنيتوا بانكم راش لكم شي واحد السحر او شي حاجه، غنعاود نعطيكم واحد الحل ان شاء الله باش تحيدوا داك السحر وداك الشيء من الباب ديالكم ان شاء الله بعون الله. دمتم بخير والى الملتقى ان شاء الله.